وفدي كسودة دولة فدرالك هاي صوماليا يا بوغدي تاليسكا عيدان كافرتني سيدة هادي حوق دالك قيبتو دي جبالان وفدي كان اوه قامين ايوح اللبان الرأي وفوت كلا وهير عالمية فليها عيدان كحوق دالك قيبتو دا فرتني الحمد سيدة لله. هادي جبالان ايا اوه رينتي كهد لي قوبتا الحمد لله. هلكن وا تلسكا قيبتا افرتني سدحات ايضا كحوق الدلك الصوماليات حرونتا انت وبركة اي دقنت اي متدى لو يتمناد وخكوان اردي ساعة ومهر توبر وقرنا ماضي وحانو يمد وفتي بلارن وكس عضو باش عالم هي الدولة الصومالية تقولها بارلمان قدقة أمنقة وهذا وكم دي هاي وهو قامين يو قدقة دفاع حلبان عرو يوف باش عالم كوفود كوبان يا بحيل مضى وزاردة قاشان لقى حوق الدلك الصومالية تلسك حوق الدلك الصومالية كاسو جدد يسوعيك هاي إن لحق يجيو لره بيو لره أقادو قرب بحيالو إذا مضى إيهايستان ترضى عيدن كا وحا إذا مضى ميزانك عيدن كا الدولة إيهايستان اللي بان عره هو كوه اللي يمقع قد يقد دفاع بارلمان كا أي آد وقود إرادي هذا الكيسا كاسو وكوشيغي إن لحو جيو إسكاشيغا كرد حي عيدن كا حوق الدلكا ما دام مرايد الدلكا لغا فيريو أي تاي عيدن كا حوق الدلكا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أنا كفى إذا سنة يورطة هذا الكلام هذا عن كارل يعني كفى إذا سنة وحام باق أدري لما أمد الصومالية ما أنت لما تشوقه باق أدري هو ما أنت لما تشوقه هيركي سياسات قرعان oo dalka kala qaybinaysa ama dadka kala qaybinaysa ama xukuumadda wax waa la burburiyay laakiin sidoo kale waa adagta halka markan ka laabto annagu hawsha u nimi waa safarkii labaad ee aanu nimaadno halka waxa ka horreeyay bisha 12-keedii waxaanu tagnay qaybta lixaad oo bay iyo bakool iyo gada ah iyadana si fiican ayaanu wixii hawlaha uga soo qabannay daryeelka ciidanka tirada ciidanka tayada ciidanka qalabkiisa iyadoo aan rabno in aan la helin ciidan degmo gaar ah ama gobol gaar ah laakiin la helo ciidan qaran oo Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka qaybtooda Jubbaland oo u diyaarsan inay howlgalaan una dhammaystiran yahay qalabkoodii ay ku howlgeli lahaayeen ayaa waxaa iska daba imaanaya booqashooyin heer caalami ah kuwa oo booqda xerada ciidanka xoogga dalka qaybtooda 43 ee Jubbaland. Xamed Saaciid, Cadcad, Koonfur Galbeed TV, magaalada Kismaayo.